بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي زملائي الجدد، كل عام وحضراتكم بخير، كل سنة وانتم طيبين. إن أبنائنا المسيحيين أعياد القيامة المجيدة وشم النسيم وأعيادهم المصرية الحميمة وشهر رمضان المعظم الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى، كل سنة وانتم طيبين جميعا. الحقيقة لقاء اللي بيجمع أجيال مختلفة بيبقى لقاء صعب، لقاء صعب في تفهم ما يمكن نحن نسميه خلاف الأجيال في الرؤية وفي التصور، لكن في ثوابت ما بتتغيرش بتغير الأجيال ولا بتغير السن ولا بالأعمار. والحقيقة الدرس الأول أو الموضوع الأول أو الفاتحة الأولى لدخول المحاماة بتبقى دايماً مركزة، رسالة قصيرة لكنها تحمل مضامين كبيرة. السؤال اللي احنا بنسأل فيه نفسنا دايماً، نقول إيه لأولادنا الجدد المحامين اللي جايين يحلفوا اليمين؟ وأنا يعني حريص إن أنا أختصر الرسالة فأقول على طول كده احترام النفس. دي الرسالة الأولى وهي الرسالة الأساسية اللي بتفرع عنها فروع كثيرة. يعني احترام النفس، لكي تحترم نفسك يجب أن تقدم نفسك بشكل لائق من حيث الشكل ومن حيث المظهر ومن حيث القبول، فهذه دلالة مهمة جدا في احترامك لنفسك، إنك تقدم نفسك بشكل جيد. تقدمه بشكل جيد وأنت محامي، يعني أنت محامي لابد أن تكون مرتبط بمظهر يليق بالمحاماة التي تنتسب إليها أو التي تتمنى أن تكون من بين أعضائها. لذلك إحنا بننبه دائما على مظهر المحامي وعلى شكله وأن البدلة الكاملة وأنه لازم يبقى بنفس وجاهة أي مسؤول قضائي سواء كان وكيل نيابة أو قاضي أو غيره. لازم المحامي يحافظ على هذا المظهر لأنه ده حد أدنى في الشكل، حد أدنى في المظهر، حد أدنى في احترام النفس تجاه الآخرين. الأمر الآخر مرتبط حتى بناتنا، مش مطلوب في بناتنا زي محدد، إنما مطلوب المظهر اللائق. يعني إيه المظهر اللائق؟ المظهر اللائق اللي أنا أسميه الحد الأدنى من الاحتشام، الحد الأدنى من الاحتشام اللي بيحمل بنتنا المصرية بتربيتنا المعتادة من أن تكون محلاً لعدوان بصري أو ذهني أو حتى تصوري، حتى عدوان افتراضي. البنت يجب أن تحافظ على مظهرها، لبسها في المحاماة، في الشغل، في المكتب، في قسم الشرطة، في النيابة، في المحكمة، مش ممكن يبقى شفاف، مش ممكن يبقى قصير، مش ممكن يبقى ملتصق، مش ممكن يبقى كاشف لأي جزء من أجزاء الجسم. مش مطلوب أن احنا نقول لها محجبة ولا منقبة، كل محامية حرة في هذا الأمر، كل حسب رؤيته واعتقاده. لكن في ذات الوقت الحد الأدنى من الاحتشام هو ده اللي بيعصم المحامية، وهو ده اللي احنا بنلتزم بيه واللي احنا بنلزم بيه بناتنا. المظهر جزء جوهري في احترام النفس. احترام النفس أيضا أو احترام الذات مبناه الآخر هو القدرة الموضوعية على أنك تقنع الناس. الناس لازم تقتنع بيك وانت قارئ القانون وعالم فيه، ومش ممكن تبقى سطحي، مش ممكن تبقى مش فاهم حاجة. لازم تقرأ ولازم تطلع ولازم تبحث ولازم تدرس ولازم تحاول تنمي مهاراتك القانونية بدراسات عليا إذا أمكنك كذلك، بدراسات حرة إذا أمكنك كذلك، بحضورك في الجلسات ومتابعة المرافعات ومتابعة الحوادث المذكرات والتعلم من كل كبير وصغير حولك. المحامي الذي يعني يتعالى عن فكرة التعلم واكتساب المعرفة مش هيبقى محامي ذكي، وهيخسر حاجات كثيرة. وأي واحد فينا يظن أنه وصل إلى أعلى مراتب العلم هو في الحقيقة جاهل، لأنه ما فيش حد فينا وصل إلى أعلى مرتبة في العلم، ما فيش حد فينا وصل لحد الأقصى. كلنا نسعى إلى أن نكون في المرتبة الأعلى من الترقي ومن الفهم القانوني. فده عبء رئيسي عليك أنك تعلم نفسك، لأنه ما تنتظرش حد يجي يلقنك
دروس في القانون ولا في المعرفة ولا في الاطلاع ولا في القراية، انت اللي تبقى حريص على انك تبحث عن هذا التميز. اثنين، انه مش بالضرورة فقط او ليس كافيا انك تبقى قاري في القانون بس وتبقى متعلم في القانون بس وتبقى دارس في القانون بس. لا، المحامي المتميز اللي بيفرض شخصيته على الآخرين وبيجعله في صفوف متقدمة حتى على زملاء المحامين في موقع متميز، هو المحامي اللي لديه ثقافات أخرى، اللي قاري في التاريخ وفي الجغرافيا وفي الرياضة وفي الفن وفي العلوم. المحاماة مش متوقفة فقط على القراءة القانونية وعلى التعبد القانوني في نصوص القانون وفي شرعه، لا لا، مش بس كده. المحاماة معرفة عامة، إذا ما كانش دي متاحة لديك هتظل في مستوى معين لن تستطيع أن تتجاوزه. فاحرص أو احرصي على أن يكون دراستك مش بس دراسة قانونية، وعلمك مش علم قانوني، وثقافتك مش ثقافة قانونية فقط، وإنما يجب أن تكون في كل فروع المعرفة المختلفة اللي بتنمي الشخصية وبتطورها وبتجعلها في مصاف المتقدمين البارعين. يعني المحاماة ممكن يبقى في 50-60% أو 90% من المحامين في مستوى جيد، محامين كويسين، لكن المتميزين أقل من 10% بشكل عام. أنت مفروض تحرص على أنك تكون من 10% مش من 90%. 90% ده مش كفاية، 90% ده أنا بقول أنه ده حد كسل أو تكاسل. كلما نميت وأنت في مستهل حياتك، وأنا أتحدث عن المرحلة السنية اللي أنتوا فيها أو اللي حواليكوا بما يسبقه 10 سنين، دول يجب أن هم يسرعوا بتنمية مهاراتهم الثقافية علشان يصلوا إلى درجات أعلى. إذن قلنا احترام النفس هو احترامك لمظهرك عشان تقدم نفسك بشكل جيد ومحترم، احترامك لنفسك موضوعيا في انك تقدم نفسك قارئ وفاهم في القانون وفي الثقافة وفي العلوم المختلفة، ده جزء جدا مهم في الاحترام. الاحترام الاخر هو الاخلاق، المسألة الاخلاقية المتعلقة بعلاقاتك بالناس وعلاقاتك بمن حولك. حد يفهم انه احترام اللي حوالينا نحن نحترم الباشا ونحترم الوزير ونحترم المستشار ونحترم وكيل النيابة فقط، ده مطلوب، مطلوب، بس اللي بيحترم الآخرين يجب أن يحترم أصغر واحد عنده. إذا ما احترمتش الساعي اللي في الشارع، اللي في على باب القاضي أو اللي على باب المحكمة أو عامل الأسانسير اللي بيطلعك أو اللي بيساعدك، بالقطع هيبقى احترامك للآخرين احترام مزيف، احترام نفاقي في انك بتداهن وانك خايف او انك بتجامل او انك طماع في انك تعمل علاقه مع حد. الاحترام قيمه كليه ما تنفعش انها تتجزا، وما ينفعش انها تتقطع، وما ينفعش انا مارس ان انا احترم واحد كبير واسيب الصغير. لا، الاحترام احترام قيمه كبرى، فتحترم كل من حولك كبيرا او صغيرا، تحترم زملائك، تحترم حتى خصومك. الناس تبقى فاهمه انه المحاماه يعني هي انك تعلي صوتك وانك تتجاوز وانك تقل ادبك وانك تقول الفاظ خارجه وانك تعمل مقالب في خصومك علشان تكسب قضيتك او ما الى ذلك من الاساليب الوضيعه التي تقلل من شان المحاماه. المحاماه فروسيه، المحاماه مبنيه على المواجهه ومبنيه ايضا على الاحترام. مش مطلوب منك عشان تكسب قضيتك انك تغش او انك تزور او انك تخون او انك تضيع على حتى على خصم موكلك حق امامه كان في امكانك انك تسيبه علشان ما تعبسش فيه، لانه مش من الشطاره انك تسرق نوتة الخصم علشان ما يحضرش في الجلسه فتضيع جلسته. دي مش كفاءه منك، ده بالعكس ضعف، لانك لو واثق من مادتك القانونيه، لو واثق من علمك، لو انت عندك اخلاق حقيقيه هتسيبه يقدم مذكرته وهتسيبه يقدم دفاعه وانت تواجهه بما لديك من حجه. لانه احنا مش بنساعد الناس على انتزاع حقوق الاخرين لهم، وانما بنساعد الناس على ان احنا نوصل حقوقهم الضائعه لهم. في فرق كبير بين الاثنين، انك تجيب حق غير مستحق لموكلك او تجيب حق مستحق لموكلك. هي دي القيمه اللي انتوا يجب ان تكونوا حريصين عليها في بدايه حياتكم. هذه رساله قصيره، ليست موضوع كبير يستاهل ان احنا يعني نقدر نتكلم فيه اكثر من ذلك، لانه المجال مش هيتسع في أكثر مما قلنا. نتمنى أن احنا نلتقي سواء في معهد المحاماة أو في أي لقاءات أخرى علشان مزيد من الإيضاحات ومزيد من الرؤى، لأن احنا نتمنى أن انتوا تشوفوا، أن احنا نشوفكم
يعني خير خلف لأسلافنا العظام اللي علمونا المحاماة واللي بنوا المحاماة على أكتافهم وجعلوا للمحاماة قيمة مجتمعية مشهود لها الآن. المحاماة الآن موجودة في الدستور المصري فصل اسمه فصل المحاماة. المحاماة الآن لها وضعية مختلفة عن فترات كثيرة حصل لها بعض الردود والإصابات. النهاردة احنا متعافين بإذن الله وبنتعافى من أي مشكلة تحول دون أن نتقدم.